تحية طيبة بين رشيد، أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة. وكما عودناكم البداية من أبرز العناوين. وفد أمريكي في بغداد، البيروقراطية تبلع ضحايا الإرهاب، أهلا بكم من جديد. معي في المحور الأول سينضم الأستاذ والخبير القانوني والمحلل السياسي أحمد عاصي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم مشاهديك الكرام. أثارت الزيارة المفاجئة لسفر الرئيس الأمريكي إلى بغداد ومساعديه من أجل استطلاع الأوضاع عن كثب الكثير من التساؤلات وبين الانطباعات الإيجابية والسلبية بشأن تبعات هذه الزيارة. التفاصيل أكثر في التقرير الآتي. العراق مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، والقضاء على تنظيم داعش فيه هو الهدف للإدارة الأمريكية الجديدة، وفقا لما جاء به الخطاب الانتخابي للرئيس دونالد ترامب الذي وضعه على هرم السلطة. الاهتمام الأمريكي بالمنطقة عامة وبالعراق خاصة بدأ واضحا من نافذة الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين لبغداد، آخرها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر برفقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ومستشار الأمن الداخلي في البيت الأبيض توماس بوسرت. الزيارة وإن تخفي وراءها ملفات كثيرة، لكن تقييم المعركة ضد تنظيم داعش بشكل مباشر من القادة الأمريكيين على الأرض ومسؤولين عراقيين هو هدف الزيارة المعلنة. الزيارة تأتي في وقت يصفه البعض بالحرج نسبة لما يدور على الأرض، فالرئيس الأمريكي يدرس تصعيد الحملة التي تقودها أمريكا ضد التنظيم المتطرف والتي قال عنها مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنها ناجحة إلى حد كبير في استئصال داعش من العراق، على الرغم من أن الأسلوب الأمريكي نتج عنه ضحايا مدنيون، لكن إلى الآن لم تنتضح أي معالم لتغيير الخطط العسكرية للحملة الأمريكية في المنطقة. التركيز على دعم الولايات المتحدة المستمر للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب أمر أكده الوفد الأمريكي الذي لم يخفي إعجابه بتطور القدرات القتالية للقوات العراقية وهي تحقق الانتصارات على داعش، كما يرى مراقبون أن الاتصالات المتكررة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تبين إلى حد ما جدية أمريكا في رسم سياسة جديدة في العراق في ظل المتغيرات الأقليمية التي ستشهدها المنطقة لفترة ما بعد داعش. أستاذ أحمد، بالنسبة للانطباع الذي شكل أثناء زيارة صهر الرئيس الأمريكي والوفد الأمريكي ومتابعة شؤون العراق، هل هذا الانطباع متسرع، خصوصا لم يكن هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع سوى القرارات الشفوية أو الاجتماعات التي لم تحدث بأثر رسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر شكري لكم ولقناتكم الكريمة. فيما يخص أنه زيارة الوفد يعني لأمريكا أو بالأحرى خلنا نرجع شوية يعني بالزمن يعني للوراء، قبل أيام ليست بالبعيدة يعني زار السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أجرى زيارة ولقاء مع الرئيس الأمريكي، وطبعا صار تباحث ونقاش، ويعني حسب ما هو يعني معلوم يعني لكل يعني العالم أنه الرئيس الأمريكي أوصى بأنه انفتاح يعني جميع الدول وأخص بالذكر الدول العربية والخليجية بالأخص على العراق، ويعني لغرض أنه إتاحة أنه شلون نقول يعني إعادة خلينا نقول هو حسب ما هو ذكر أنه إعادة بناء أو إعادة إعمار العراق أو من هذا الشيء. فهسه هذا الوفد الأمريكي اللي أرسل الرئيس الأمريكي طبعاً، ويعني يعني يمثل اللي هو صهرة بعد، مو يعني مو شخص يعني غريب، المستشار مالته أقرب شخص له، يريد أول أنه يعرف ردة فعل، يعني هذا حسب ما أنه يعني باعتقادي أنه ردة فعل الشارع العراقي على هذا يعني على زيارة هذا الوفد ما راح يحصل. يعني شلون إحنا عندنا مثل يعني عراقي يقول إحنا ندعبلنا حجارة يعني ونشوف ردها شنو، نشوف ردة جواب عليها. طيب،
فهذا اللي يعني اللي طيب لو حصل انه العراق وكما الان يشاع في بعض وسائل الاعلام او التحليلات الخبريه بان العراق مشروع امريكا في الشرق الاوسط، لو كان هذا الامر هل له ايجابيات ام سلبيات بالنسبه لمستقبل العراق؟ لا هذا الموضوع لا ما يعني ما اعتقد انه العراق يعني كمشروع امريكا، هو بمجرد ما انه كرئيس امريكي كل رئيس يجي يعني انه يعني 4 سنين ومن ثم اذا تم التجديد لولايه ثانيه، هو اول ما بدا حامي خلينا نقول بهذا هذا 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 الامر. بس الامر موضوع العراق بالذات موضوع معقد، احنا صراحه كايجابيات وسلبيات التمسنا انه بعض الايجابيات انه تغيرت نظره الاشقاء والجيران انه يعني يعني البلدان المجاوره للعراق ولا يعني ولا الاشقاء وبالاخص كدول الخليج وكذا وحتى الدول غير العربيه ايضا صار تغيير بنظرتهم الى العراق. بس لا ننسى انه يعني هاي صحيح شيء ايجابي، بس لا ننسى الموضوع كموضوع انه صراعات اقليميه، يعني يعني بنظري انه الرئيس الامريكي له كبعد يعني موضوعه بالعراق، وايضا الدول الاخرى الاقليميه والدول المجاوره بعض الدول لها ايضا بعد اخر. يعني ابسط الامور الرئيس الامريكي له خلينا نقول كتقديراته كمثل ما نقول كعلاقاتهم بين الدول الخليجية وغيره وغيره، بس أكو دول غير الدول الخليجية دول مجاورة وغيره وغيره يعني، ويعني بنظري تعتبر لاعب رئيسي بالشارع العراقي وبالحكومة العراقية أيضا. طيب تعتقد البعض ربط بين ما حدث مؤخرا من الأحداث في الموصل وبعض الاتهامات التي وجهت إلى التحالف الدولي والضربات الجوية التي نفذت في الموصل خصوصا في المدينة القديمة وذهب بعض الضحايا من المدنيين عقب هذه الزيارة، ربما تكون ذات ارتباط بالأحداث الأخيرة على الناحية الأمنية، يعني اليوم هناك تشديد أكثر من محفل يكون هناك الحديث وربطها بالجانب بزيارة الوفد الأمريكي للعراق. والله يا سيدتي الكريمة هي هاي السياسة، يعني احنا يعني لحد الآن ما حصل من خرق يعني وراح ضحيته يعني اطفال وابرياء مدنيين انه عن طريق يعني بطريق الخطأ حسب ما هم صرحوا التحالف الدولي، انه احنا نشوف التحقيقات الى اين توصل، يلا يعني على اثرها نقدر انه نقرر ومن ثم نحلل. بس هي هاي السياسه ما نعرف انه باي لحظه الا بعد ما انه شلون نقول يعني شيء دليل ويعني وملموس ويبقى هو كله كتقديرات، يعني انا مثل اعطيك راي يجي غيري يعني ايضا يعطي راي اخر، بس يبقى انه اولا واخيرا ويعني وانا اذكرها يعني بكل لقاء الشعب العراقي هو الضحية، يعني أمانة يعني قد يكون هناك قصد من هذا الحادث الخطأ وقد يكون هناك يعني شلون نقول يا حادث خطأ، وهي يعني تحدث الأخطاء بكل المعارك يعني هذا مو شيء، بس يا ترى أنه يعني الضحية منه يعني أكيد الشعب العراقي بها. طيب بالنسبة لي اليوم هناك أيضا يعني ذهبت حتى المحافل الدول العربية بتحريض زيارة صهر الرئيس الأمريكي واعتباره أن يكون ممثلا وهو لم يكن بشكل رسمي للجانب الرئيس الأمريكي، لكن وأنه أيضا إلى جانب ذلك يفقد الخبرة السياسية أو بالسياسة الخارجية، واليوم أن يكون هنالك يعطي انطباع على العراق وملفات العراق، هذا الأمر كيف يمكن أن يفسر أو ينعكس على العراق؟ يعني حسب ما هو ذكر الرئيس الأمريكي وأكثر من لقاء له يعني وخطاب طبعا وحتى قبل أن يعني شلون نقول يظفر بالفوز يعني برئاسة الولايات يعني برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ذكر أنه أنه العراق من أولى الأولويات طبعا والأمور الأخرى محاربة التطرف وإلى ما إلى ما إلى ما إلى ما شاكل ذلك. يعني بالنسبه لهذا الامر انا كما ذكرت في بدايه يعني العفو في يعني بدايه اللقاء انه هاي انه يعني دزلهم يا شلون احنا نقول عندنا كانه طعم يريد يجلس نبض الشارع يريد يجلس نبض شلون نقول التيارات او القوى اللي هي اساسا شلون نقول ترفض الوجود الامريكي. يعني على سبيل المثال هو يريد انه مو نقول يفعل يعني الاتفاقيه
استراتيجية استراتيجية إنما هي أساسا مفعلة، بس لكن يريد يعززها، يريد يقويها، يريد يضيف لها يمكن أمور أخرى، يعني أبسط الأمور القواعد وكذا، هاي كلها رسالة لل. طيب هل يمكن إنشاء هذه القواعد أو إجراء التعديل على اتفاقية استراتيجية المبرمة بين العراق في 2008؟ والله هو كتعديل طبعا هاي لازم موافقة مجلس النواب. نعم. يعني هو الجهة المخولة الوحيدة، هو الجهة التشريعية الوحيدة يعني يعني المخولة، بس يا ترى انه يقدر؟ لا طبعا راح انه راح تصير امور اخرى. يعني ابسط الامثله، هناك كما ذكرت دول انه لاعب رئيسي بالعراق، وهذا الشيء ضد مصالحها بتاتا. وطبعا بالمناسبه توجه الرئيس الامريكي لموضوع العراق هو ليس انه يعني امانه انا بنظري اشوف انه هو قد يكون مو لمصلحه الشعب العراقي جاي 100%، هو لا، هو امانه وانه احكيها ما والفضائيات للحد من النفوذ الايراني، هذا اللي ما انه جاي يصرح به هو يعني على يعني يعني شلون نقول على على جميع وسائل الاعلام. نعم. جاي يقول احنا نريد ان نحد من النفوذ الايراني اللي صار بالعراق، وبالفعل يعني هذا الشيء انه واضح انه بالفعل ابدا انه خلينا نقول يعني يعني ضلوعه بعمليات التحرير وكذا وكذا، وانه الى هل هذا الموضوع سهل، خصوصا انه بعض الولاءات الموجوده وفي العمليه السياسيه يعني تكون الى الجانب الايراني، هل ممكن ان يكون هنالك سهوله القياده بهذا الامر او الامتثال ل يعني اهداف ترامب في المرحله المقبله؟ لا طبعا لا لا، من الصعب هذا، بالعكس هذا راح يثير يعني انا اتوقع في حاله اذا صح القول وسار الامر بهذا الاتجاه، بالعكس هناك راح يصير انه قد يعني شلون نقول يعني قد راح تصير انه ازمات داخليه اكثر. والدليل على ذلك ابسط مساله يعني يعني طفطفحت حاليا عندنا، يعني احنا نقول يا الله يا الله ستحرر الموصل بعد يعني ايام قريبه، بعد ايام قليله ما باقي شيء، طفطفحت لنا مساله كانت يعني بس مساله كركوك، وايضا صارت مشكله داخليه وكذا وكذا. فش حال انه اذا اساسا من قاع احنا جايتنا مشكله كبيره واكبر، الا وهو يعني انا بنظري انه هذا كليته اذا من الجانب الايراني او من الامريكي او من غير دوله اخرى، الجانب التركي او غيره او غير، هذا كله تدخل يعني هذا كله يعتبر تدخل بالشؤون السياسيه والشؤون الداخليه للدوله العراقيه، ويفترض انه من رموز الدوله العراقيه اذا كان رئيس الجمهوريه طبعا هو الاول هذا المسؤول انه يمنع هذا التدخل، يمنع هذا يعني التدخل. واذا يعني شخص يعني ابسط الامور احنا ما عندنا فريق فاشل، عندنا قائد فرقه فاشل، ففي حاله اذا انه انا ما اقدر اقود هذا البلد لا انا انسحب اطلع. طيب استاذ احمد، يعني هو العراق فيه ثغرات كثيره، واحتمال يعني يكون هناك استغلال هذا الامر قبل الجانب الامريكي، نيتهم هم واضحه موضوع انشاء قواعد عسكريه، تعتقد الاسهل ان كانت البدء بهذه انشاء هذه القواعد والحصول على تأييد، خصوصا هناك جسد لنبض الشارع العراقي، هل ستكون في المحافظات الغربيه تتوقع عن في الاقليم؟ نستبعد المحافظات الجنوبيه والوسطى، ايهما اقرب لان تكون ممتثله لهذه بانشاء هذه القواعد؟ يعني كلامش طبعا رائع، انه انا اتوقع انه بالمناطق الغربيه، ويعني اعتقد في انه بلد ما بلد صلاح الدين هذين يعني المناطق، وايضا في شمال العراق، وايضا في اقليم كردستان بالتحديد، يعني قد يصير انه اما بال يعني كما ذكرت بين الموصل وصلاح الدين او بالموصل، وايضا يعني في كردستان وايضا في بغداد، بس لكن اتوقع المحافظات انه الجنوبيه لا، لانه راح انه تكلفهم جهد وتكلفهم شو اسمه تعب. لا تنسي هذا الامر حتى في المناطق هاي، انه اذا ارادوا انه المناطق الشماليه خلينا نقول والغربيه لابد انه تتم عن طريق مقايضات وكذا مع اللاعب الاخر اللي هو ايران، ومن يعني ما نقدر انه، لان هو حاليا يعني يعتبر انا بنظري اعتبر انه لاعب رئيسي واساسي، ونسبه 80% بالعراق هو انه هذا الشيء، يعني امانه هذا اللي جاي نشوفه. طيب استاذ احمد، نقدر انه نهم لهذا للمشاهد موضوع القاعده العسكريه، اهميه وجود قاعده عسكريه في منطقه، اي منطقه كانت مختاره في العراق، ماذا تمثل من إيجابية بالنسبة للعراق أولا، وبالنسبة للجهة التي ستنشأ كالطرف الأمريكي بتواجد مثل هذه القواعد داخل العراق؟
والله سيدتي الكريمة كشيء إيجابي أنا لا أتوقع أنه بالشيء الإيجابي الكثير. ليش؟ لكون أنه القاعدة العسكرية هاي يعني حسب الاتفاقات اللي راح تصير، يعني أبسط الأمور هي من قاحة من أصلها خرق لسيادة البلد. يعني أبسط الأمور قاعدة السيلفيق في قطر، هل يستطيع الجانب، يعني على سبيل المثال والأمثلة تضرب ولا تقاس كي لا يحتسب عليه الأمر، هل يستطيع الجانب القطري حاليا أن يفتش طائرة أمريكية داخل لهذه القاعدة؟ لا ما يقدر. فهنا نحن الأمر اللي راح يصير، يعني باكر عقبة أي شيء يقدرون ينقلون إنه أي غيره. بنفس الوقت قد تكون من ناحية إيجابية بس هذا الشيء، يعني تم الاتصال بهذا الجانب، نعم. يعني لتدريب قواتنا أو أنه للحد من من العصابات الإرهابية الإجرامية، يعني هاي يعني لسرعة أنه يعني لسرعة الاستجابة. بس يا ترى أنه نخلي طيب الناحية يعني الاقتصادية أستاذ أحمد، بالنسبة لتواجد أعداد المهندسين أو التابعين القادة تابعين الجيش الأمريكي، وربما يحتاج الأمر تضاعف أعدادهم داخل العراق، والرئيس الأمريكي معروف هو يعني نزعته تاجر يعني واقتصادي كبير، لا أعتقد أنه يرمي يعني هذه الأموال والرواتب الخاصة بهؤلاء من جيب الأمريكي فقط. لا طبعا هو هذا الشيء حاسبه قبل ما يتولى الرئاسة، هذا الشيء حاسبه قبل ما يتولى الرئاسة. يعني هو حسب ما هو صرح قال احنا اساسا ما راح انه احنا بعد هذا الامر نصرف، يعني امريكا يعني تصرف على العراق وكذا. قال لا، قال احنا راح بالنسبه انه راح ناخذ النفط العراقي واحنا نسمى انه نتصرف فيه واحنا نبيعه، ومن ثم يعني هذا تصريح. يعني تتوقع هذه الخطوه هي مكمله لتصريحه الاخير قبل الاخير بوجود ان يكون هناك استثمار او استغلال شركات نفطيه تكون تابعه للجانب الامريكي في استثمار النفط؟ احنا الاستثمار يفيدنا. ليش الاستثمار يفيدنا؟ خلني شوي يعني نشعب عن الموضوع. الاستثمار يفيدنا لانه للاسف الشركات الوطنيه اللي عندنا يعني حتى حرام انه او جريمه بحق المواطن العراقي انه اقول اغلبها، لا بل كلها الشركات الوطنيه اللي عندنا ما جايده تنفع العراق ولا جايده تنفع المواطن. ليش؟ لانه يعني خلينا نقول انتاجها 10% و90% للسرقات والفساد وغيره. بينما من يجي المستثمر طبعا وتعاقد وياه مو مثل العقود جولة التراخيص اللي عملتها الحكومة السابقة للأسف، يعني وهاي يعني للأسف المفروض أحاسب من قام اللي هو على ما أذكر السيد حسين الشهرستاني، المفروض أحاسب تعال هاي العقود يعني، وإذا هو أنكر نشوف القانونيين اللي وضعوا هاي العقود، وإذا يعني ما أعرف يعني أنا أجي أبيع بلد أبيع ب5 دولار شلون؟ طيب هاي يعني فهاي على هالأساس إذا تسمحي لأنه الاستثمار اللي راح يجي يوفق عقود. أنت أتكلم لك على هذا السؤال. نعم. يعني اليوم من التصريحات الأمريكية الوزير الخارجية الأمريكية يصرح بأن العراق يجب أن يستثمر أمواله داخل العراق وعلى التجار أو السياسيين العراق بدل استثمارها في دول أخرى وحدثها كبيروت ودبي ولندن. يعني يبدو هناك متابعة قوية وعن كثب للأموال التي خرج العراق وطريقة إدارة السياسيين لهذه الأموال، يعني هذا من أكثر من جانب هناك تسليط الضوء وفضح ملفات ولو كانت بشكل عام وليس يعني بشكل دقيق. إلى أي مدى يمكن أن يكسب رأي الشارع العراقي من خلال هذه التصاريح أو الكشوفات التي تقدم بشأن العملية السياسية أو قالة العملية السياسية البعض منهم؟ يعني والله شوفي يعني أختي العزيزة، أنه موضوع كسب رأي الشارع العراقي عاطفي أكثر من اللازم يعني. نعم. فاليوم إذا يعني اليوم إذا صار ويا موضوع وصار شيء يعني وصار معه يعني مجرد ما يومين ثلاثة ويتناسى الأمر. نعم. مثل ما حصل مع السيد وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء ما أنه فضح وأكشف الفاسدين وذكر أول يومين صار تعاطف وياه وضجة كلش كبيرة، وراها لا تم إقالته. عكس ما حصل قبل أيام فيما يخص وزيرة الصحة. الصحة يعني حميد. يعني للأسف هذا الشيء بالعكس يعني حتى يعني انتم يعني مكرمون يعني اعتبر يمكن انتم ومشاهديكم يعني مكرمون ان شاء الله، اعتبر ان عال انه فوق المواصفات سلاي ظروف كله كامل يعني بصمه يعني. نعم. فالحاصل مو يعني مو موضوعنا هذا.
فيما يخص انه هذا الموضوع يعني لفضح انه قال الاستثمار في دبي صحيح دبي وبيروت ولندن وحتى امريكا نفسها ومصر، بس انت شنو هذا شيء عام. انا افضل انه كشوفات وش وقت بالذات انه دخل يلا يقدر ان يكسب انه تعاطف الشارع العراقي. يعني مثلا سين من المسؤولين انه قبل 2003 كان ما يمتلك سياره، هسه حاليا يعني يمتلك لك يعني اقل تقدير فد مليارين ونص الدولار. نعم. او يعني ذاك اليوم ارقام يعني ارقام خياليه، يعني موازنات مال الدول، مو مال الدوله، لا مال الدول. فيعني هذا الشيء انه من تسمه من ذكرناه، فهو من يحكي على قاعده عامه، هاي قاعده عامه، لا مو مش الشعب العراقي، الشعب العالمي يعرفه. نعم. لا اذا يريد انه لا يكشف اسماء وكذا وكذا وكلامه صحيح، بس يا ترى انه هو السياسي يعني هذا الشيء مو مالته وباقنا باقي الشعب، زين انه بشيء مالته ويصير هو الاساس راح يبوق بعد. طيب يعني يمكن حتى البلد يبيع واحنا من ندري. طيب نورتنا أستاذ أحمد عاصي الخبير القانوني والمحلل السياسي، شكرا لتواجدك وتسليط الضوء ومناقشة هذا المحور. إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا نكمل معكم باقي ساعتنا الأخيرة لكن بعد هذا الفاصل. البلد بحاجة إلى قطاع اتصالات قوي بإمكانه أن يمول الدولة. هل هناك نقلة نوعية للبريد السريع خلال الفترة اللي توصل لكم بها؟ وصلنا على مصادقة مجلس الوزراء بأن تتحول البريد إلى شركة عامة مستقلة بذاتها. اليوم الشارع يسأل إنه شنو مصير هاي الواحد تريليون دينار بلشت بها المصارف، الخطوات اللي اتخذتها بجدية. البنك المركزي أتاح الآن 1 تريليون دينار عراقي الى المصارف الخاصه. المعيار اللي انا خليته اللي حتى قيم مصرفيه تشتغل حاليا بالمصارف. انت بعد ما يصير تقول مصرف سين خوش مصرف وذاك مو زين. عندكم معايير؟ عندك معايير. وزاره التجاره اليوم هل في عمليه التوزيع وضعت اضافه لها على امكانيه ايصالها بشكل عام؟ في عام 2009 2010 يخصص 4 مليار او 4 وربع مليار دولار، اليوم وزاره التجاره ما يخصص لها ربع هذا المبلغ. علينا ان نفكر بطريقه ثانيه لحمايه مجتمعنا. غير موضوع مفردات البطاقة وأثقال كاهل وزارة التجارة والمشكلات الكبيرة بعد التجارة. نعود سادة الأفاضل نستعرض أهم الأحداث الاقتصادية التي مر بها العراق هذا الأسبوع. أهلا بكم إلى المحور الثاني، وسينضم معنا في هذا المحور الأستاذ طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. والأستاذ علي محمد حيال نائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة. أهلا وسهلا. ضحايا الإرهاب لهم قانون موسن ولهم حقوق مشروعة، لكن الروتين والمشاكل طالما وقفت أمام أخذ حقوق البعض منهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تشكيل 13 لجنة فرعية لتعويض المتضررين من ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، هذا ما أعلنته اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مصدر مخول في اللجنة المركزية أوضح أن اللجان المشكلة توزعت على محافظات بغداد والبصرة، القادسية، ذي قار، كركوك، كربلاء والنجف وواسط وميسان والمثنى وبابل وديالة وصلاح الدين، لافتا إلى أن اللجان الفرعية في محافظتي نينوى والأنبار ستشكل في وقت لاحق، وأن تشكيل اللجان جاء تنفيذا لأحكام قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
وصادقت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين على أكثر من 15,000 معاملة، خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية. وخلال اجتماعاتها التي تعقد برئاسة مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والعدل والداخلية ومفوضية حقوق الإنسان، فضلا عن ممثل عن ضحايا الإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صادقت على 15,031 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات خلال عام 2016. ويشار إلى أن حجم المبالغ المصروفة لضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية خلال عام 2016 تجاوزت 70 مليار دينار، شملت المواطنين المتضررة ممتلكاتهم وذوي الشهداء والمصابين والمفقودين في جميع المحافظات عدا محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار بسبب وضعها الأمني. بالبداية أستاذ طارق، من لديك موضوع ضحايا الإرهاب، يعني هناك فئة شريحة كبيرة بسبب العمليات العسكرية أو المفخخات، يعني كثيرة الأسباب اللي أدت إلى وجود إعاقة أو فقدان أحد ذوي العوائل التي عانت من الهجمات الإرهابية. بالنسبة لهذا القانون اليوم بدأ ينصف البعض، والبعض يعني هناك غبن في حقهم، يا ريت لو توضح لنا هذا الأمر، خصوصا أن بعض الحالات شاهدناها كانت بها كثير من التساؤلات عن سبب عدم أخذ حقوقهم بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة رشيد ولضيفكم الكريم. بالحقيقة قانون مؤسسة الشهداء رقب الثين لسنة 2016 استحدث بموجب هذا القانون دائرة جديدة اسمها دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. هذه الدائرة بالحقيقة هي يعني من الدوائر المستحدثة. قبل كانت اللجان الفرعية اللي كانت ترتبط بالسادة المحافظين هي تقوم بموضوع ترويج المعاملة، وإلى أن ينتهي، وهناك بعض الامتيازات والحقوق اللي نص عليه قانون رقم 2 قانون رقم 20 لسنة 2009، هذا القانون الأول. عندما أصبح القانون الجديد التعديل الأول للقانون رقم 57 لسنة 2015 وضع موضوع الامتيازات والحقوق بالنسبة لكل الشهداء، تقريبا يعني أقدر أقول الفئات الثلاثة من الشهداء، شهداء في عهد النظام البائد، وهناك دائرة تسمى دائرة شهداء اللي هم القارع أو النظام من سنة 1963 إلى 8/4/2003، وكان هناك مجموعة من الحقوق والامتيازات. وشهداء الحشد الشعبي من 11/6 إلى يومنا هذا، هؤلاء أيضا استحدث بموجب هذا القانون رقم 2 دائرة وفق المادة 7 فقرة 3 دائرة اسمها دائرة شهداء الحشد الشعبي، ودائرة أخرى اسمها دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. وكانت الامتيازات والحقوق نص عليه قانون رقم 57 لسنة 2015. الأسباب الموجبة لتعديل قانون رقم 20 كانت هو إنصاف شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية حتى تكون بنفس الامتيازات وبنفس الحقوق مع قانون مؤسسة الشهداء، الشهداء السياسيين وكذلك الحشد الشعبي. وفعلا هذا ذهب ما إلى المشرع وهناك. طيب ليش ما يتنفذ على الأرض الواقع؟ الآن على الأرض الواقع فعلا تنفذ العديد من الأمور اللي أقدر أقول ما نص عليه القانون رقم 3 لسنة 2006 أول قانون لمؤسسة الشهداء، والآن قانون رقم 2. يعني موضوع مقعد الحج هذه السنة 5% للشهداء لهذه الدائرة، و5% للشهداء الحشد الشعبي، و5% للشهداء السياسيين. يعني الآن هذه السنة نحن كدائرة وضعنا ضوابط لمن تنطبق عليه موضوع وشموله في قانون رقم 57 سنة 2000 وتعمم، وممكن الآن أي من الذوي الشهداء يذهب حال شهداء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي
يذهب ويحصل على هذا المقر وفق ضوابط. الضوابط طبعا خلينا معايير بها. طيب المعيار الأول معيار الاستشهاد غير أنه الحج وأمور الحج بالنسبة مقعد الدراسات العليا. العام الفائت احنا قبلنا في الدراسات العليا 1450 طالب وطالبة من ذوي الشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ومن خلال مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبعث العالمي، وانقبل أيضا 5000 طالب وطالبة في الدراسات الصباحية، الدراسات الأولية بالجامعات، وفي الدراسات المسائية، وأيضا حتى الدراسات الأهلية، وأضيف 50 درجة فوق المعدل لذوي الشهيد سواء كانوا أبناء شهداء، أخوة شهداء، زوجات شهداء، أضيف لهم 50 درجة. أما بخصوص يعني هناك بعض الأمور صراحة القانون جاء به رتبت آثار مالية. الآن الحكومة وقانون الموازنة لسنة 2017 طبعا بالمناسبة يعني واحدة من القضايا قانون الموازنة عندما هناك دائرة مستحدثة يجب أن يكون لها تخصيصات مالية ويكون لها درجات وظيفية. خلى قانون الموازنة لسنة 2016 و2017 من أنه أكو دائرة في مؤسسة الشهداء اللي هي دائرة شهداء الحشد الشعبي ودائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من التخصيصات المالية، وهذا طبعا يعني ما صايرة أبدا. احنا نقدر الظرف اللي تمر به البلد، ولكن هذه دائرة مستحدثة، الدائرة المستحدثة تحتاج إلى تخصيصات، والقانون نفسه نص على العديد من الامتيازات والحقوق لذوي الشهداء. يجب أن مؤسسة الشهداء تفي بالتزاماتها من خلال تنفيذ للقانون. نحن فتحنا الدوائر، دوائر الآن شرعت وباشرت العمل بالقضايا اللي حقيقة من رتبت آثار مالية، مثل موضوع التأييدات يومية. الآن دائرتنا تطي مئات من التأييدات إلى ذوي الشهداء وتعينوا، يعني آخر قائمة أجتني بالأمس 35 طالب انقبلوا من ذوي الشهداء من خلال تأييد مؤسسة الشهداء في الكلية العسكرية، وهذا بحد ذاته إنجاز. يعني عندنا ما نقول 5000 طالب وطالبة من ذوي الشهداء انقبلوا في وزارة التعليم العالي بالدراسات المسائية والصباحية والدراسات الأولية، هذا إنجاز، وإضيف 50 درجة إلى معدلهم. طيب. وانقبلوا العديد منهم، وكذلك 1450 طالب وطالبة بالدراسات العليا، هذا إنجاز. موضوع النقل، نحن باشرنا بتزويد ذوي الشهداء بموضوع النقل وحصلوا العديد منهم. أيضا موضوعة تأييد إلى دائرة المرأة يومية عشرات، إحنا يجون لأنه طيب حق يعني ذوي الشهيد أن يجمع بين الراتب التقاعدي للشهيد وبين دائرة عن فئة المرأة. فئة ربما متمتعة بصحة كاملة، أهل يعني من ذوي الشهداء، لكن خلينا نتكلم على اللي فقدوا أحد أطرافهم، اللي صارت عندهم إعاقة بسبب عمليات واللي يحتاجون تمويل. يعني عن هذا الأمر اليوم هم مقبولين بشكل كبير. نعم طبعا هذه المسؤولية هي بالحقيقة ليست مسؤولية مؤسسة الشهداء لوحدها، أستاذ علي يمكن يدري، مو مسؤولية مؤسسة الشهداء، مؤسسة الشهداء تنفذ. المسؤولية تقع على عدد من الجهات، هناك وزارة المالية، وهناك هيئة التقاعد الوطنية، وهناك وزارة البلد يعني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات كما نص على ذلك في قانون الموازنة مادة 46 فقرة ثالثا، تلزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد والسادة المحافظين بتوفير قطع أراضي جيدة لذوي الشهداء. طيب يعني المسؤولية ليست مسؤولية مؤسسة الشهداء لوحدها، وإنما المسؤولية تكاملية. يعني عندما تعجز هيئة التقاعد الوطنية اليوم عن إيفاء التزاماتها أمام القانون، هاي مو مشكلتنا نحن مؤسسة الشهداء. ذهبنا ويدري الأستاذ علي والتقينا بالأستاذ الكريم دكتور أحمد عبد الجليل مرات عديدة، والرجل له أيضا التزاماته. يعني عندما هناك التخصيصات المالية تكون قليلة، عندما تكون هناك مشكلة في القانون، عندما تكون هناك بعض التقاطعات في موضوع إصدار التعليمات، هذا كلها طبعا هي بالنتيجة مو طرف واحد جهة واحد يتحمل هذا الشيء. طيب أكو جهات يعني معنى، بس مع هذا مؤسسة الشهداء كراعية وكبيت كبير لذوي الشهداء الدافع وتساند ذوي الشهداء والدافع عنهم في كل المحافل. اليوم كان عندنا طيب احتفالية. يعني ولو أرجعنا يكون معك نعم. الحوار ننتقل للأستاذ علي. أستاذ علي بالنسبة أين المشاكل التي تقف أمام الفئة التي
خصوصا من ناحيه الصرفيات الماديه والرواتب الشهريه، خصوصا لذوي الضحايا اللي عانوا خلال السنوات السابقه جراء العمليات الارهابيه اللي نفذت في كافه انحاء العراق. طبعا انا اشكر قناه رشيد الفضائي وحيي ضيفكم الكريم ومشاهدين قناه رشيد الفضائي. طبعا تعرفون حضراتكم ما يعانيه ضحايا الارهاب، يعني بنلاحظ من سنه انفجار 10 شهداء 33 جريح، الجرحى يعني مجموعه كبيره. نعم. من خلالها يكون اكو جهات تتابع شؤون الجرحى واهتمام معاناه الجرحى. الجرحى اليوم عندنا حالات كثيره حقيقه، سابقا في قانون رقم 20 سنه 2009 كانت مغبونه حقها. ما لها حقوق، ما لها كل امتيازات، عنده عوق 60% لا يعطى راتب تقاعدي. 60% لا يعطى راتب تقاعدي. 50% ما يعطى راتب تقاعدي، يعني هناك كان اجحاف بحق شريحه كبيره من الشعب العراقي. فاحنا اضطرينا ان نذهب الى مجلس النواب السلطه التشريعيه مثل ما تفضل استاذ طارق، صار قرار من مجلس الوزراء بمنح ضحايا الارهاب جميع الامتيازات الوارده في قانون مؤسسه الشهداء. صوت عليه مجلس النواب هذا القانون بالاجماع، وكان قانون مؤسسه الشهداء وقانون ضحايا الارهاب يعني مشى نفس الساعه، ما صار تاخير عليه. وهناك سوينا حمله توقيع على هذا القانون، شفنا اغلبيه اعضاء الكتل السياسيه لهم رغبة في تعديل هذا القانون، كونه يرد على الجرائم الإرهابية، يرد على داعش والقاعدة، ويعطي كرامة الإنسان العراقي اليوم. الإرهاب من يفجر ويستهدف أبناء شعبنا، أكو هناك إيد ترده، مثل ما تعرفون حضراتكم الإيد اللي تهدم وتحمي المواطن، تحمي المواطن، تقدم لنا الخدمات. أنا مو جاي أهين المواطن العراقي اليوم، في قانون 57 انسجم مع الاتفاقيات الدولية اللي العراق ملزم بتطبيقها، اتفاقية سيداو حقوق المرأة، اتفاقية حقوق وكرامة الإنسان ذوي الإعاقة، اتفاقيات حقوق الطفل العراقي. هذا القانون انسجم مع الاتفاقيات الدوليه، من حيث سابقا اللي عنده عوق 60% ما له راتب تقاعد، اليوم اللي عنده اعاقه من 75% ل 100% الى 3 اضعاف راتب التقاعد، اللي عنده اعاقه من 74% ل 50% الى ضعف الحد الادنى، اللي عنده اعاقه من 49% ل 30% الى الحد الادنى، من 29% ودون الى نصف الحد الادنى ما يقارب احنا 200,000 دينار. طيب كل هاي النسب لا تتنفذ يعني لا مع شديد الاسف يعني احنا عشنا بصراع مرير مع هذا تنفيذ هذا القانون في الشهر الثاني حينما نشر جديد وقاع العراق 25/1/2016 استبشرنا خير. طلعت رئيسه المؤسسه مع رئيسيه التقاعد الوطنيه في مؤتمر اعلامي. قالوا حقوق الشهداء خط احمر ونسونا مباشر في القانون. نعم. الشهر الرابع انا سالت شخصيا رئيسيه التقاعد الوطنيه من خلال شاشه احدى القنوات الفضائيه. سألت على تطبيق القانون، قال إن شاء الله شهر الرابع سوف أتم تطبيق هذا القانون، ومع شديد الأسف ما طبق شهر الرابع ولا شهر الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن، إلا في الشهر التاسع طبق على شريحة شهداء الدفاع والداخلية والحج الشعبي. يعني الجرحى ما طبق لهم، طبق للشهداء، وقلنا ما يخالف، قلنا بادرة جيدة ونتأمل إن شاء الله أن تستمر. نعم. هذه البادرة وإعطائهم حقوقهم بأثر رجعي، لكن ما تم إعطائهم حقوقهم بأثر رجعي. تمت استضافة رئيسية التقاعد الوطنية في مجلس النواب العراقي، شرح الأسباب وقال إن شاء الله شهر 11 سوف أتم أطلق جميع الرواتب والمشمولين بالقانون من 60% وما فوق، وال 50% على سنة 2017 راح أطبق هذا القانون. تفاجأنا بتقديم طعن على هذا القانون، يعني احنا تفاجأنا حقيقة، ما صدقنا انه شلون يقدمون طعن على هذا القانون اللي يخدم اليوم شريحة الشعب العراقي. اليوم اللي جرائم داعش تستهدف الشعب العراقي تبيح دماء، يعني شفنا الكتاب يلا صدقنا، رحنا لمجلس النواب كان واضح من المبررات المبررات ما حقيقة ما ماخذ برأي الحكومة. إذا قرار مجلس الوزراء صادر بمنع ضحايا الإرهاب، جميع امتيازات هذا في مؤسسة الشهداء، زين هو فقط مو قانون ضحايا الإرهاب فيه جنبه مالية، كثير من القوانين اللي شرحها مجلس النواب بها جنبه مالية ما أخذ رأي الحكومة بها، لماذا الاستهداف على هذه الشريحة فقط؟ يعني هذا أنا يعني هل هو جريمه مكمله مع جرائم داعش؟ احنا اليوم هاي نسبه العجز عندها 35%، طالبه جامعيه تركت وظيفتها، تركت الجامعه مالتها، قعدت بالبيت، ولحد الان ابوها رجل فقير ماجر ببيت ايجار ما يقدر يدفع وما يقدر يعالج بنته. فبالمقابل انا اليوم كملت جرائم داعش لقتل هؤلاء الناس. فاحنا ما نتمنى من هيك من دولتنا طالب رئيس الوزراء والساده الرؤساء الكتل، لان احنا اليوم نعم. الانتصار اللي تحقق قواتنا الأمنية على السواتر اللي تعطى جميع التضحيات ما يصير أنا أخذلها بهيج بهيج. أنا أتمنى
دراسة هذا القانون دراسة جيدة، وشوف هذا القانون مجلس النواب استضاف عدة شرائح من هذا النماذج. طيب. المرأة. نعم. طيب ننتقل، عندك تعليق أستاذ طارق على هذا الأمر؟ موضوع الطعن طبعاً هو موضوع مهم جداً، يعني حتى نخلي المواطن العراقي أيضاً الرأي العام أمام مسألة مهمة جداً وأساسية، وهو لأنه يخص قضية مهمة للمواطن ذوي الشهداء وهي حقوقهم يعني التقاعدية. الحقيقة يعني أنا أطمئن المواطن العراقي أنه عندما كان هناك اجتماع ضم لجنة الشهداء والضحايا والعمليات الحربية في مجلس النواب العراقي ودائرتنا دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وأيضا مؤسسة السجناء، يعني كانت الشهداء والسجناء وهيئة التقاعد الوطنية إضافة في استضافة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين. بالحقيقة تم استفسار عن رئيس هيئة التقاعد الوطنية، قال صحيح الهيئة ووزارة المالية قدمت طعن على القانون، قانونين، قانون مؤسسة السجناء وقانون رقم 57 سنة 2015. شنو الأسباب والمبررات؟ قال هي احنا وجدنا أسباب ومبررات وقناعات انه احنا اكو ضائقة مالية وكذا وما نقدر يعني نوفي بالتزاماتنا المالية، يعني هم حسب تبريرهم. بس المحكمة الاتحادية العليا أرجعت هذا الطعن في القانونين لوجود خلل شكلي. الخلل الشكلي شنو؟ أنه قدم الطعن من قبل السيد وزير المالية مباشرة، وهذا طبعا تجاوز الصلاحيات، تجاوز على صلاحيات السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. فكان هناك اجتماع أيضا تحرك واسع من قبل مؤسس شهداء وهيئة وأيضا مؤسس السجناء السياسيين وكذلك السادة أعضاء لجنة الشهداء على السيد رئيس الوزراء. طيب لا يمكن على السيد رئيس الوزراء أنه يوقف هذا ويتريث لحين إذا أكو هناك ملاحظات على القانون ممكن أن من خلال التعديل، بوابة التعديل هي أسلم وأفضل. طيب يعني من موضوع يعني عذر أنه 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 الآن توقفت يعني. نعم استطاع يعني حتى لو كان افتراض أنه عذر الجانب المالي معناها نحرم هذه الشريحة لا 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 بالتأكيد أم نشرع قانون ولحين تنفيذه لحين لا هناك فقرات معينة لا نعم. هناك فقرات معينة تم الطعن ب يعني حسب ما تجد هي نفس الجهة الطاعنة، ولكن عندنا إحنا الدستور العراقي أشار أستاذ علي إلى جملة من المعاهدات والاتفاقيات العراق ملزمة به، والدستور عندنا إحنا الدستور إلى سمو على كل القوانين وإلى سمو على كل القرارات مجلس الوزراء وإلى سمو على كل التعليمات والضوابط. بس أكو بطء بتنفيذ هذا الدستور. لا الدستور شو يقول؟ المادة 132 من الدستور فقرة ثانيا نعم يقول تكفل الدولة بتعويض ذوي الشهداء ضحايا الإرهاب، وعلى ضوء هذه النص الدستوري اللي يعني ألزم نفسها الدولة العراقية تكفل الدولة بتعويض، ألزم نفسها أن يعوض ذوي الشهداء، وكان قانون رقم 20 سنة 2009 والتعديل الأول اللي وفر امتيازات وحقوق إضافية لحقوق الشهداء وذوي الشهداء في هذا القانون. فهذا القانون محصن بالحقيقة وهناك تحرك واسع، وأنا أطمئن المواطن العراقي أنه إن شاء الله سوف تتعدى الأزمة المالية وسوف هذا القانون قانون الآن نافذ وعمل به. بالنسبة للشهداء أستاذ علي قال فقط العسكري، لا للشهداء المدنيين والعسكريين الكل الآن تم تطبيقه بالنسبة للشهداء. أما بخصوص المصابين هناك بعض الغموض الموجود، هي أنا مو مدافع عن هيئة التقاعد الوطنية، أنا الجهة أرعى ذوي الشهداء وأدافع عن مصالح ذوي الشهداء، ولكن هناك موضوع التعليمات. التعليمات في الأمانة العامة مجلس الوزراء صدر به الأمر 56 أمر الديواني وأنا عضو بها، وأيضا أستاذ محمد حمزة هو رئيس اللجنة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية وكذلك عضو في الأمانة العامة مجلس الوزراء الدائرة القانونية، وعملنا على إعداد التعليمات. التعليمات استنفذ كل شروطها، وأيضا الآن في شورى الدولة بعد مناقشتها إن شاء الله سوف تخرج إلى النور وتنشر في جرائد الوقائع العراقية من أجل تنفيذها اللي هي خصصت موضوع المصابين
والمبالغ اللي يستحقها. يعني أعتقد موضوع التعليمات هي متوقفة يعني قضية روتينية إدارية. أما بخصوص الأثر الرجعي للحقوق التقاعدية، أنا طبعا أضم صوتي إلى الأخ أستاذ علي، هم منظمة مجتمع مدني جيدة يدافعون عن حقوق ذوي الشهداء قناديل الرحمة. بالحقيقة يجب أن تفي هيئة التقاعد الوطنية بالتزاماتها المالية في حالة أنه الوضع المادي تحسن، يكون هذه حقوق التقاعدية في ذمة هيئة التقاعد الوطنية. طيب أستاذ علي، بالنسبة لهذا الحال والروتين والمشاكل اللي تصير في متابعة الأموال التي تخصص أو رواتب أو الإعانات التي تقدم لأصحاب أو ضحايا الإرهاب عمليات الإرهابية، شنو البديل المعمول عليه ضمن المؤسسة؟ هذه الحالات شلون تكون لها إعانة؟ ما البديل بالنسبة لحين انتهاء هذا الروتين والإشكال الموجود؟ يعني لحين ما يذهب الجريح إلى لقاء ربه، وجه ربه الكريم. يعني إحنا اليوم عندنا حالات شبه ميتة، 50% ورجلة ذي تنبتر ما له علاج، راتب تقاعد ما عنده، ما يقدر يشتري علاج له. 50% ورجلة يعني مع الأسف راح يوصل الجنجري بيها. هذا إلى متى؟ إلى متى الإهمال بحق هذه الناس؟ أنا أتكلم عن شريحة كبيرة. الدستور العراقي كفل حق، المادة 2 الدستور العراقي، الإسلام دين الدولة الرسمي، لا يجوز القانون يتعارض مع مضاد أحكام الإسلام، أليف باء، لا يجوز القانون يتعارض مع مضاد أحكام الديمقراطية. هل شهيد استشهد هم اليوم اللي شهدائنا منين؟ اجوا من غير كوكب لو من هذا الكوكب؟ من العراق. اللي فجرهم وقتلهم منهم؟ مو الحكومة تقول زلمة أزلام النظام البائد والبعثيين وفدائي صدام؟ إذا نفس القاتل. القانون 57 نصفهم اسناد الدستور العراقي المادة 14 رقم 9 وانا ما بالقانون. ماكو فرق بين عراق وعراقي، شهيد عراقي وشهيد عراقي آخر. ولا فرق بين احداث 2003 قبل ولا وبعدها. اكو فرق، نفس نعم. الجلاد يا اخت، احنا نعم. بالغرف المظلمه اليوم امام الملأ، مقابر جماعيه كانت بالاخفاض، اليوم جهارا نهارا. يعني احنا يوم هذا الدستور الماده 132 يتكلم عن استاذ طارق بات. طيب صار هاي الاجتهادات بتنفيذ هذه الاحكام، هذا مع الاسف اجتهادات شخصيه، واحنا هذا القانون اللي سجل مع الدستور العراقي ومسجل مع الاتفاقيات الدوليه يجب ان يطبق. هناك اموال كبيره رصدت لضحايا الاعمال الارهابيه من سنه 2005، من سنه 2005 على قانون بريمر، والحد ما صار نتكلم عن قانون 20 حينما شرع، رصد لما يقارب 1500 مليار. وين راحت هاي الأموال؟ لماذا لم يوجد صندوق لضحايا الأعمال الإرهابية مثل ما موجود صندوق لإعمار المدن؟ أنا اليوم أسوي صندوق لتعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية، الأضرار النفسية، إحنا ما حتى أضرار تعويضات الأضرار النفسية، جبر الضرر النفسي ما عندنا، ما عندنا دائرة تهتم بشؤون الضحايا النفسية. يعني هناك وجود ضحايا يعني مع الأسف نفسيته منهارة، لا يخرج للشارع، ما يستطيع جرائم داعش اللي قتلوا أبنائه قدامه، اللي اعتدوا على اعراض الناس قدام ذويهم، هذا شلون اقدر انا اليوم اعطى حقه وحقوقه؟ او اهل ان يرجع لمحيطه وعلاقاته. يجب على الدوله ان ترعى، الدوله مكفوله اولا عن حمايته، انت ما وفرت لي الحمايه. لو وفرت لي الحمايه لقيتنا حقي بالحمايه، انا ولهم حق اليوم انا العب كره قدم يجيني ارهابي يفجر نفسه. اروح للكنيسه يجيني يعني بس اعرف انه تنتظرون تخلص هاي المشاكل والروتينات، احنا اذا اخذت طريق ثاني احنا راح ناخذ طريق ثاني، لا سامح الله، اذا سدت الابواب نعلن الاعتصام مفتوح. نعم اعتصام مفتوح في كل جميع مناطق الشعب العراقي في العراق، لان عوارض حال الارهاب اليوم بدها تتصل بينا تريد حقوقها ناس. هاي التعليمات صدرتها مدير هيئه التقاعد الوطنيه مشكور صدر التعليمات، لكن مع الاسف ما عمل بالتعليمات اللي صدرها. اللي عنده 50% يستلم الراتب التقاعد الحين ما تصدر التعليمات الاخرى، وهذا تعليماته اللي صدرها. هاي تعليماته وهيئة التقاعد الوطنية رقم الكتاب 62 تاريخ 16/1/2017، انت من صدرت هاي التعليمات والله العظيم فرحنا من نشرناها، من نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بداية، لكن الناس فرحت يعني حتى الفرحة حاربتوه نعم. سلبتوه من يمين سلبتوه أبسط الحقوق المفروض. طيب لا فرق انا في رد يعني لا مفروض يصير استضافة الأستاذ أحمد عبد الجليل حتى ينطي مبرراته ان شاء الله بحقق. هذا طبعا نعم. سؤال موجه لقناتكم يعني نعم. الرجل الان هو غائب يعني يكون يبرر يعني ما عنده يعني نعم. طيب رايك الحل انه انتظار هذه القائمه او طويله من الروتين والمباحثات والمناقشات لحين اقرار قانون لذوي ضحايا الارهاب
اللي او تفعيله على قرار تفعيله ومساعدتهم باختصار. نعم باختصار هو بالحقيقه احنا الان كمؤسسه الشهداء وفينا بجميع التزاماتنا ما نقول مع هذا احنا كمؤسسه الشهداء ممكن نكون مقصرين امام ذوي الشهداء فيما يخص القضايا اللي رتب اثار ماليه، ولكن اولا قانون الموازنه الاتحادي لسنه 2016-2017 خلت من اي دعم، وهناك قانون طبعا صندوق يعني الان الماده 10 الموارد الماليه نعم انشاء صندوق يسمى صندوق الشهداء، هذا طبعا مهم جدا يعني في قانون رقم 2 ذكر هذا. نحن الان شكلنا 22 لجنه في كل المحافظات العراقيه، ثلاثه لجان في محافظه، اربعه في بغداد، ثلاثه في دياله، ثلاثه في صلاح الدين، اثنين في الانبار، وفي كل المحافظات البقية على 1-1 عدا محافظة نينوى إن شاء الله بعد تحريره مباشرة. باشرنا بالمخاطبات مع مجلس القضاء الأعلى لأنه يعني حسب المادة 6 فقرة أولا من قانون رقم 57 سنة 2015 أنه هناك لجان فرعية هي مسؤوليتها على موضوع الشهداء والمصابين. لدينا يعني استراتيجية جديدة، لا لدينا استراتيجية جديدة، أريد بس أوصل هذه الرسالة، لدينا استراتيجية جديدة في موضوع ترويج معاملات الشهداء. يمكن سأل علي يدري 236 معاملة شهيد في الكرادة نحن أنجزنا معاملاتها من خلال غرفة العمليات من خلال نافذة واحدة خلال أيام. وأيضا موضوع المفقودين وأيضا موضوع المصابين 76 مصاب أحصينا وعملنا مؤسسة الشهداء الآن من شكلت هذه اللجان خلال سنتين في قانون رقم 20 سنة 2009 ما تشكلت اللجان الفرعية. طيب نحن شكلناها خلال أشهر هذه يعني اللجان يعني الآن باشرة. وقتنا انتهى في البرنامج، إن شاء الله أن نواصل وياكم حلقات القادمة ونأخذ هذا الجانب المهم خصوصا لذوي ضحايا الإرهاب. الأستاذ طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب نورتنا في الساعة الأخيرة، وأيضا الأستاذ علي محمد أحيانا رئيس مؤسسة قناة دير الرحمة. مشاهدينا كنا في أبرز الأحداث التي مرت خلال هذا الأسبوع، وإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم ومع أبرز الأحداث في العراق. دمتم في رعاية الله.